شو ممكن يكون برأيك شو أهمية التبادل الدولي بين القوات اليسارية بالعالم العربي وبالعالم بشكل عام؟ بالتأكيد التبادل الدولي ما بين الأحزاب والتنظيمات اليسارية على مستوى العالم محور في غاية الأهمية، من زاوية لتبادل الخبرات ورفع الوعي والثقافات المختلفة من ناحية، ومن ناحية تانية إنه القضية اليسارية في جوهرها هي البحث عن نموذج للتنمية عادل، في تجسيد للتوزيع العادل للثروات في المجتمع وحماية الشعوب من القهر ومن الاستغلال في ظل نظام العولمة وفي ظل النيو ليبرالية الجديدة. هناك تماثل في السياسات اللي بيتم تطبيقها في كل دول العالم، وربما هناك تشابه في القضايا في بعض المناطق، مثلا زي قضية الخصخصة أو مواجهة الفساد المترتب على ممارسات النيو ليبرالية. تبادل الخبرات في هذا المجال لمواجهة سياسات النيو ليبرالية أعتقد أنه لا بديل عنه إلا بتبادل الخبرات الدولية ما بين القواعد اليسارية والقوى اليسارية والحركات اليسارية على مستوى العالم وليس الوطن العربي فقط. ممتاز، شكرا. ومؤسسة غوزا لوكسمبورغ كمؤسسة ألمانية يسارية، شو ممكن يكون دورها بالمنطقة برأيك؟ أنا تقديري أن دورها بيرتكز على النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده، إنها تلعب دور في رفع الوعي بالفكر اليساري من ناحية، بتبادل الخبرات، بالمساعدة في خلق شبكات للتواصل ما بين القوى اليسارية في المنطقة العربية والقوى اليسارية أو الحركات اليسارية على مستوى العالم. أعتقد أنه ده دور من أهم الأدوار اللي يجب أن تقوم بها مؤسسة روزا لوكسمبورغ. طيب شكرا. بتحب تقول كلمة للأحزاب اليسارية الأوروبية أو مطلب أو شو ممكن هن الدور اللي هن يلعبوه في رأيك؟ بالتأكيد في أهمية إن هم يركزوا على التواصل مع القوى اليسارية خاصة في دول العالم الثالث، إن يبقى في شبه لقاءات دورية مع شباب الأحزاب سواء الموجودة في أوروبا أو الموجودة في دول العالم الثالث، إن يبقى في تنسيق في مواجهة سياسات النيوليبرالية. بالتأكيد جزء من هذه السياسات بيتم إنتاجها بشكل رئيسي داخل دول الاتحاد الأوروبي، فإذا كان هناك إمكانية للضغط لإلغاء هذه السياسات أو تخفيف من وطئتها أعتقد أن ده دور مهم على الأحزاب اليسارية في منطقة أوروبا، وأنهم عليهم عبء كبير باستمرار التواصل مع الأحزاب اليسارية في دول العالم الثالث. ممتاز، شكرا خالد.